في عصر عمر بن الخطاب والنتائج المترتبة على إحياء الدولة الإسلامية. أين الدنيا فاضية مصر؟ أين الدنيا غير وأسرع مصر فاضية بلاد رشيد؟ القضاء ظهر مقيم في ظهر مقيم في الدولة الإسلامية حيث تم الرسول صلى الله عليه وسلم تكوين جيش قوي ودربه على أحدث أنواع القتال، وظهرت القضاء بحكم بين الناس بما جاء في كتاب الله وسنة الرسول، وكان الرسول لا يفرق بين غني وفقير ولا يحاكم ولا محكوم. متى بدأت القضايا في الدولة الإسلامية؟ في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. كان الرسول لا يفرق بين غني وفقير أو ظالم ومظلوم حتى المحكوم. لماذا انشأت القضايا في الدولة الإسلامية؟ في عصر دلوقتي القدر جيش ولا هو الاصول عندما الرسول صلى الله عليه وسلم تكون تكوين جيش قوي وتنظيمه بعد ان نزلت ايات للجهاد وبعد ان نزلت ايات للجهاد حملتهم على الدفاع عن الدين الاسلامي وتبليغه وحريه تكوين جيش قوي وتنظيمه وتدريبه وكان هو المثل الاعلى له كان هو المثل الأعلى له كان وحرية. تم إنشاء أول أسطول بحري إسلامي في عهد الخليفة عثمان بن عفان، حد عارف ليه؟ هو عملها عشان يحمي دولة مصر وبلاد الشام من كافة السواحل من انهدامات الدولة الفاطمية ونجح في ذلك في معركة سيف الصواري ونجح في جزيرة قدس حد عارف ليه؟ في البحر المتوسط. Thank you.